ابو حمود. نعم. مساك الله بالخير. يا هلا والله. انت عشت بالباديه؟ اي نعم. ومره بحلوه؟ اي والله طال عمرك. من اول جينا يوم نرحل وننزل ولا يهمنا والله لا شموس ولا شيء. اي نفتح البيت طال عمرك ونقعد بالبيت داخل جوا براد وكل شيء، ما هو زي اول. الحين ما تقدر. اي نعم. الحين مكيفات وذا، تذبحك المكيفات وتذبح. اي نعم. اول لا تروح ما يهمك، الشمس زينه تروح وتجي تلحق غنمك، ما في لا مرض ولا في شيء ولا في. الحين تثرت الامراض وكثر كل شيء وكثر من قلة المشي قاعد. يقولون من اول ايام الحر الشديد بالباديه. اي نعم. انه انت مرت عليك الشيء ذا ولا لا؟ الشرشف، الشرشف يجيبون الشرشف يغطسونه بالماء. اي نعم. يتغطى فيه. اي نعم. حنا اول اجدادنا وابهاتنا اي والله نرش طال عمرك ونحطه والله زي المكيف. حمود. نعم. تقول انت سرحت بالغنم الابل ولا الغنم بس؟ لا والله سرحت بالغنم بس. بالغنم؟ اي نعم. وكانت عندي بعرين اول. كانت؟ نعم. لكن كنت تفضل الغنم ولا الابل اول؟ لا والله البل زين. اي اول يوم انا كنت عند خالي. اي اسرح بالبل واروح واجي. اي نعم. يوم من اول كان احنا بسكاكه عنده بعرين واجد. اي نعم. وش مر عليك من مواقف وانت بالباديه؟ والله مر طال عمرك اول يوم كان الحين والله. اي كان الحين ذبحنا العطش وذبحنا كل شيء وذبحنا قليل الماء. ايه نعم. برمضان وش كان طريقتكم الصيام برمضان بالباديه؟ برمضان طال عمرك الناس راح طعمك الصبح ولا جاء طعمك حول الظهر كذا روحنا البيت جلسنا هناك طال عمرك وشرينا شراشف وكل شيء ورقدنا وعلى هاللون ما نجلس يعني نروح. ايه قليل يعني العطش، ما في عطش الواجد يوم نروح ونجي حركه كذا. كان لكم جلسات يعني سمر؟ إيه؟ سمر تسمرون كنتم ايام لا والله ما نسمرك الحين. الحين إيه؟ يجي نجلسك الحين نسير على بعضنا. ايه ولا جاء طال عمرك بعد صلاه العشاء بشوي ننام عشان نجاء الفجر يعني يقعدون الفجر. اي نعم. ما هو زي الحين كذا لا، عشان يروحون يسرحون يروحون يعني. ايام ترى انه ايام الباديه افضل من الان ولا الحين افضل؟ لا والله من اول افضل. وش السبب؟ الحين طال عمرك بس ما تروح ولا تجي، بس جالسين هنا وتثرت الامراض ولا تقدر ورجليك ذبحنك كل شيء. اول تلا والله تروح الشمس زينه تروح مع البريان تروح تسرح تروح. يعني قصدك من اول انه فيه مشي؟ اي نعم. اول؟ اي نعم مشي واجد. اي نعم. كانوا الناس من اول بالباديه ما شاء الله يعني يتغذون على كميه كبيره من الدهون. اي نعم. لكنهم يمشون. نعم يمشون. الحين تغير الوضع. لا الحين تغير، الحين ما سووا شيء. الحين ياكلون كميه من الدهون وقليلة الحركه. قليل قليل. ايوه الحركه قليله. ايه هذا يسبب امراض كثيره يعني. اي نعم. انت ترى انه يعني انه اول الناس على يعني حالتهم القليله انه اريح. اي نعم اريح هو. اول بالباديه. وكالحين امي الله يرحمها سكن الجنه تقول نروح للعراق نجيب تمر ونجيب كل شيء ونجيب من العراق من هناك على الجلينه. ما يركبون ابل. اي لا ما يركبون. وانتم ساكنين بسكاكه ولا وين؟ كالحين اول حنا بسكاكه وعقبها عاد جينا عاد هنا عند الراشد ومو راشد وعند احمد الاحمد السديري عند حميد الفلاح. نعم. طيب وش اللي خلاك تترك مثل حياة البادي وتترك مثل انك تصير راعي ابل وراعي غنم والحين صرت انسان؟ يعني انا اشوفك ما شاء الله التجأت الى عمل الشباب بعمل الشاهي والقهوة. اي نعم كنت اول زي الشاهي والقهوة وذولي بس ما لقيت يعني. ايه اي نعم. لا انا وش اللي خلاك يعني مثل
خليها. مثلا لما ترجع لعادات الاول تصير راعي غنم، تصير راعي الابل. لا الحين خلاص ما عندنا نرجع اليوم. ايه سكننا انا ببريد ما نروح الا نجي. يعني المدينه غيرت يعني غيرت على كل شيء. يعني اي نعم. ما ودك انك ترجع للاول؟ ودنا لون هذا ودنا نرجع. اي نعم. ان شاء الله. الان انت من الشباب ما شاء الله المكافحين في بيع الشاهي والقهوه على الطرق العامه. اي نعم. والاماكن العامه. اي نعم، كنت طال عمرك انا زين شاي وكرك على طريق الملك عبد الله. كل اللي يجيني من كل الجهات، اللي يجي من عنيزه واللي يجي من كل الجهات يجي. وش اللي ابو حمود ترى انه يساعدك بعملك هذا ونشاطك هذا انه يخليك تستمر ويخليك ان شاء الله ترتفع مرافع اكبر؟ وش اللي ينقصكم يعني بعملكم هذا؟ انا بي واحد طال عمرك ان واحد طال عمرك كرفانه وساعدني، وانا مستعد بكل شيء زين. يعني انت على كلامك تبي واحد يساعدك انه يعطيك كرفان؟ نعم. ها؟ اي نعم. حتى انه يساعدك على البيع؟ ها؟ اي نعم. طبعا انت انا على ما قبل اللقاء قلت لي انه لو احد مثل يتبرع لي سواء يعني فزعه او سواء اقصاد. اي نعم. صحيح لا؟ اي نعم صحيح. ترغب الشيء هذا؟ اي نعم. والله رجال خير واللي يبون خير واللي يشجعون الشباب اشوفهم انا ما شاء الله بكثره اذا كان الشخص صادق بعمله. اي نعم واجد. اي نعم. اي نعم. وانا طال عمرك ابد بسوق الدجاج يجون والله كل يوم. اي. كل يوم يجوني ورا ما تجي ورا ما تجي، انا ما في شيء يعني اشتغل فيه كرفانه، ما في شيء يعني، والبلديه اشغلت لازم كرفانه. اي نعم. اي نعم، وحطوا لهم محلات وحطوا لهم، بس انا مستعد ابدا، لا عندي كرفانه مستعد، ما في شيء. اي نعم. طيب تبي تحط جوالك شيء عشان غدا حلدن؟ اي نعم. من الاخوان اللي ما شاء الله يحبون انهم يدعمون الشباب انه يتواصل معك. اي نعم. 05-3-22-6-00-40. هذا رقمك؟ هذا رقم جوالي. وانت تناشد الاخوان اللي نعم. راعين الفزعه. اي نعم. اللي يدعمون الشباب. اي نعم. انه اذا كان فيه يعني استطاع انه يتبرع لك بكرفان او نعم. يكون واحد عنده كرفان مستعمل يقصده عليك. اي نعم. هذا اللي تبيه انت. اي نعم هذا اللي نبيه. اي نعم. ان شاء الله بتلقى الخير وما شاء الله عندنا احنا رجال. أيوة. ونعيش في بلد ما شاء الله كلهم. أيوة والله. اهل خير ما مقصر ويدعمون شباب الوطن، ان شاء الله بتشوف الخير ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لك يا رب.